على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هيكون معانا تمارين للبط من البيت على الارض باستخدام مات او اي حاجه هنستخدم فيها، ممكن كوره او ازازه ميه او اي وزن خفيف قوي. وفي تمارين تانيه مش هنستخدم فيها اي وزن خالص. هنبدا معانا اول تمرين، نقعد بالشكل ده كده، ركبي ما تكونش متنيه قوي ولا مفروده خالص، لا تكون كده بالشكل ده، وهنزل لورا هطلع كده، واحد تلت. مش هطلع خالص، وده غلط الناس بتعمله كتير. هو كده ما بيستهدفش عضلات البط بس، هو بيستخدم عضلات كمان اللي هي الهيب فليكسورز، ودي عضلات من عضلات الرجلين اصلا. فانا هطلع كده بس، مجرد ان انا بتني عمودي الفقري لقدام وبقفل على البط وبرفع اعلى الظهر من على الارض اهو. بالشكل ده. بعدين هستخدم الوزن او الكوره او ازازه الميه، هميل لورا وهاجي هنا هلمس الارض. ادا واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، بالشكل ده. واحد اتنين اتنين. بعدين زي ما انا برضو هنزل هنام على ظهري خالص. برضو تاني تمرين فيه غلط كبير جدا عند الناس، وهو تمارين عضلة البطن باستخدام رفع الرجلين. الناس بتعمله كده وده غلط يا جماعة. انا كده بشغل برضو عضلات في الرجلين، لكن عشان اشغل البطن لازم ارفع الهيب بتاعتي او منطقة الحوض لفوق علشان اشغل عضلات البطن بالشكل ده. برفع منطقة الحوض من على الأرض عشان أفعل عضلات البطن مش عضلات الرجلين. لو أنا ما بقدرش أعمل ده، ممكن أبتدي إن أنا أتني ركبتي عليا كده بس. أهم حاجة برضو أرفع الحوض من على الأرض، المنطقة دي أرفعها من على الأرض. كمان تمرين معانا هو البلانك. البلانك هحاول ان انا اشد بطني لجوه عشان افعل عضلات الترانزفيرسس ابدومينال، ودي عضلات بتشد البطن كويس بحيث ان هي بتحاول تخلي الاعضاء الداخليه للبطن مشدوده لجوه. هنزل على كوعي بالشكل ده كده، هثبت على قد ما اقدر، بعد كده اريح اخد نفسي. هنزل تاني برضو اثبت على قد ما اقدر، واحاول ان انا اعمل ده 3 أو 4 أو 5 مرات، وبكده اكون شغلت عضلات البطن كلها. وهنشد بطننا في البيت، مش شرط نروح الجيم عشان نمارس رياضه، اهم حاجه ان احنا نمارس الرياضه. صباح الخير، كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الاهلي الجزيره.